نجتمع اليوم معا بهذه المناسبة الثقافية الكبرى والهامة والتي مثلت حلما طالما انتظره كل الفاعلين الثقافيين وعلقوا عليه آمالا جساما. إنها مناسبة انطلاقة جائزة فخامة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، تلك الفنون التي باتت تمثل ركنا ثقافيا معتبرا من أركان ثقافة الأمم وقنطرة ضرورية للتواصل والتعاطي مع الآخر. إن الفنون بكل أجناسها من سينما ومسرح وغناء ورسم ونحت وتصوير تمثل ملمحا أساسيا بل ومركزيا من ملامح الأمم والدول. إنها أداة ناعمة وفعالة لتسويق حضارة وثقافة المجتمعات والتعريف بها. وإذا كانت هذه الأرض قد عرفت في الماضي من خلال علمائها وشعرائها وفقهائها، فإنها اليوم جديرة بأن تعرف من خلال سينمائيها وفنانيها ورسامها. إن الإيمان الراسخ لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ غزواني بدور الثقافة في تعزيز اللحمة الوطنية وبناء الدولة وترسيخ قيم الإنصاف وتعزيز مفاهيم التنمية جعله يوليه اهتماما خاصا ومركزيا بل ومحوريا في برنامج التعهدات الذي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود جاهدة إلى تحقيق مختلف مضامينه. وهي مناسبة يؤكد قطاعنا من خلالها لجميع الفاعلين الثقافيين من فنانين وأدباء وشعراء وكتاب أنه لا سبيل لتحقيق تلك الأهداف من دونهم. لذلك فإننا نعول عليكم كثيرا وعلى أفكاركم ورؤاكم وطموحاتكم بوصفكم شركاء في تجسيد المشروع الثقافي والمجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية.